بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اهلا بكم اخواتنا في اسرتي ايقونة في الكنيسة في السلسلة الصغيرة اللي بدأنا فيها ازواج واصدقاء. من صفات الصداقة بين الزوجين وهي صفة عامة في الصداقة لكن بتتأصل اكتر بين الزوجين هو الصدق والثقة والامانة وايضا الاخلاص والوفاء لبعضهم البعض. مش ممكن في علاقه في الدنيا اقوى من علاقه الزوجين. ولما الزوجين يفهموا كده ويبنوا صداقه حقيقيه روحيه نفسيه انسانيه بينهم قد ايه تكون الحياه الزوجيه سريعه سعيده ولطيفه وفيها كده ثمر نفسي وروحي لحياتهم بالاضافه لاسرتهم واولادهم واقاربهم. الصدق والثقة والأمانة لأن إحنا كتاب مفتوح وأيضا كتاب مخلص. والإخلاص إن كل واحد فيهم يدي للتاني رأيه ونصيحته ومشاركته الإنسانية والروحية والنفسية بأمانة شيء أساسي جدا في حياتنا الزوجية. الحقيقة لما ندور في الكتاب المقدس لقيت إن سفر يشوع بن صراخ حكمة يشوع بن صراخ في تركيز جميل وعدة يعني مبادئ من مبادئ الصداقة الحقيقية نجد أنها أساسية جدا في بين الزوجين. في سفر يشوع بن صراخ يقول كده آية جميلة: الصديق الأمين لا يعادله شيء وصلاحه لا موازن له. صفة الأمانة بين الاثنين مهمة جدا، والأمانة دي بتظهر في أن كل واحد مخلص للآخر في وقت ضيقه، في وقت فرحه، في وقت سعادته، وفي وقت ألامه مخلص له، مخلص أيضا لأسراره. ممكن الزوجة يكون عندها أسرار تبوح بيها لزوجها وهو من أمانته لا يعلنها أمام أحد خالص على الإطلاق، حتى لإخواته، حتى لأسرته، حتى لأسرته هي، حتى لأولادهم، لأنها أمور خاصة بحياة زوجتي أو أمور خاصة بحياة زوجي. عشان كده يبقى في بينهم ثقة وكل واحد يفتح قلبه بالتمام والكمال أمام الآخر بكل أفكاره، أحيانا تكون إيجابية، أفكار إيجابية وحتى لو سلبية، لأن لو أفكار سلبية يستطيع الإنسان أنه يشارك شريك حياته بأنه يبتعده عن الأمور السلبية. عشان كده أيضا في سفر يشوع بن صراخ أيضا يقول: الذي يفشي الأسرار يهدم الثقة ولا يجد صديقا لنفسه. يعني ممكن نخسر الصداقة بيننا كأزواج لو بنفشي الأسرار، وخاصة بقررها أمام الأهل والإخوات. مشاكل كتيرة بتيجي، زوجي بيتكلم مع أخواته عن حياتنا الخاصة، مراتي بتفتح أبواب حياتنا أمام كل العيلة، مش مقبول، لأن هنا في يعني كسر للخصوصية وللمحبة يعني المشتركة بين الزوجين اللي بتبني حياتهم وتخلي كل واحد فيهم في سلام وفي اطمئنان في علاقته مع الآخر. أيضا يشعر بأنه شريك حياته صادق معه في كل كلمة وفي كل، لا مجال للشك في الكلام، لا مجال للشك في الأفكار، لا مجال للشك في الأحداث. وهنا تصير العلاقة علاقة قوية وثابتة وفيها صداقة حقيقية تعتمد على إن كل واحد أمين للآخر، اللي بيقول عنه أيضا سفر يشوع بن صراخ: الصديق الأمين معقل حصين، ومن وجده فقد وجد كنزا، ومن وجده فقد وجد كنزا. أحبائي، لا تستغنى الأسرة عن الثقة والصدق في الأمان في المعاملة والأمانة في المعاملة وأيضا الإخلاص الكامل من بعضنا لبعض لكي تكون حياتنا الزوجية مبنية على صداقة محبة حقيقية ثابتة طوال الأيام. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.